100% ما غاديش يكون تقني او غادي يكون بدني، لان الخبره الكبيره ديال طوطوف هي اللي غادي يخاف منها زكريا او غادي يرد منها البال. زكريا البطل العالمي والبطل الدولي اللي مساعد وللحال اللي الان او حاليا تيسيطر على الساحه العالميه في هذا الوزن هذا، ولكن امامه واحد الخبره اللي كبيره وغادي ضروري غادي يرد منها البال. داكشي علاش غادي نشوفوا وغادي نحاولوا غادي نتوقعوا واحد اللقاء اللي غادي يكون تكتيكي 100%. كما تنشوفوا الخبره حذاري يا زكريا، يجب الانتباه، يجب الانتباه، لقطات تعطي ثقه لخصمك. كان دائما عنده اسلوب انيق، اسلوب مميز زكريا التيشيرتي، تقنيات كبيره. 24 انتصار عالمي، 3 زين فقط، 7 انتصارات بفضل الضربه القاضيه. اليوم يبحث عن انتصار رقم 35. انت تتحدث عن لاعب، عن بطل مشاكس ومميز اسمه زكريا التيشيرتي. في المقابل اليوم ياخذ يوسف مصطفى نزال رقم 83، يعني ما شاء الله، شوف يعني نزال احتراف، قيمه كبيره، نزال قيمه كبيره. الاشاره كذلك فان توتوف كان عايش في تايلاند وكان لعب تما ضد ابطال تايلانديين واللي فاز عليهم الضربات القاضيه، كان عنده مستوى كبير في تايلاند، وهذا اللي تيجعل منه شخص وشخصيه كبيره في هذا العالم هذا، يعني فرنسي وكان بصم على الاسم ديالو كبطل وكبطل كبير في هذا الميدان. لذلك يجب الانتباه، ردة فعل، يجب على زكريا التيشيرتي ورد البال، لان اي غلط يقدر يؤدي بواحد النتائج اللي خايبه. جميل في التيشيرتي انه المباريات كتحس فيها متعه، تحس فيها فنيات، فيها اناقه، فيها رونق خاص في الجماليه ديال المواي تاي يقدموا لك زكريا التيشيرتي. من طبيعه الحال فهو نتاج ديال مدرسه عائله التيشيرتي اللي كلها ابطال عالميين، خوتو اللي كبار وكلهم ابطال. تنظن انه الا تعلم على اليد ديالهم ما غاديش يتعلم شي حاجه اللي عاديه، بالعكس غادي يتعلم واحد المستوى اللي راقي ومستوى كبير، هو اللي تيبرهن عليه وتيبينه في خلال المقابلات ديالو كلها، المستوى التقني الكبير والمستوى التكتيكي ديالو كذلك. تتعامل مع المقابلات بواحد اللمسه فنيه، هو كبير. 5 جولات هي مقابله اللي غادي تجرى، في 5 جولات 3 دقائق كل جوله. اذا الجوله الثانيه تنطلق في هذه اللحظات، دائما الحذر. زكريا الان يجب ان يرفع من الريتم، يجب ان يبحث عن ضربات مشعه قوية لخصمه يوسف مصطفى توتوف الفرنسي. تنظن انه خاصه لازم انه يقلب على تسجيل نقاط والبحث على واحد التكتيك اللي يسهل عليه انه يربح المقابله ديالو بكل سهوله وتفادي الخطر ديال الخبره ديال البطل توتوف. مسك الرجل مع الضرب لو كيك تحت من الرجل. زكريا اللي تيخوض اللقاء ديالو باحترافيه بطريقه تيقوم بها العمل اللي عليه، لكن الحذر كذلك، دائما هناك الحذر، اليد ديالو اللي مرفوعه كبير وما تيزعمش بزاف في التكنيك ديالو، لان كل هجوم ولا سميتو يقدر يؤدي بشي حاجه اللي صعيبه. الور محتاط تيدير العمل اللي عليه. هنا لو كيك، جميل، عمليه ريتمويل تجنب ضربات بشكل رائع من زكريا التيشيرتي. اي بحث دائما على هاد الضربات القويه المباشره بالرجل. كل توفيق لزكريا التيشيرتي. او ضربه ديال ديريكت باليمين مع كروشي اليسار، ختامها اتمنى ان يكون مسكا بالنسبه لزكريا التيشيرتي في هذه الامسيه. اتمنى ان استمتعنا بمجموعه من النزالات الجميله والرائعه، رياضه الموي تاي. تيجاري اللقاء ديالو بحكمه، تيهجم وتيسجل وفي نفس الوقت يتفادى الضربات ديال الخصم ديالو. ما تيقش بزاف، خصو يهز اليدين الفوق.
دائما مواجهه لحدود لحظه نوعا ما كاين تفوق نسبي بالنسبه لزكريا التجار، لكن ليس ذاك التفوق اللي بغينا نتابعوا في المواجهه. لكن خصم قوي قلنا تطوف عنده امكانيات كبيره لذاك تجارتي، فتدريجيا سيحاول ما امكن من جوله لجوله انه يقدم اشياء تذكر يعني في نزاله امام تطوف. مشاهدة كوسانا، برافو برافو زكريا. الجولة الثانية أحسن من الجولة الأولى من طرف زكريا التجار، حتى الريتم أعلى، كان الريتم أعلى، تلقى تعليمات من الستاف ديالو أو من المدربين الإخوان ديالو. إذن تنطلق الجولة الثالثة، الجولة اللي ربما الآن لما فيها الشك سي محسن ظاهر غنشوفوا أداء أفضل ونشوفوا أشياء تذكر بالنسبة لهذا النزال بين التطوف والتجارت. على حسب التاكسيك اللي تيتقدم كل ملاكم من طرف المدربين ديالو أو من طرف الكورنر كما تنسميهم الكورنر ديالو، شنو التعليمات اللي غادي تعطاه باش غادي يجري. لكن تم تأكيد على أن هذه الجولة الثالثة هي جولة حاسمة، لأنه ما بقاش من موراها شي حاجة أخرى اللي نقدر مازال نزيد نقلب ولا شي حاجة، ولكن هذه الجولة اللي ضروري خاص الواحد يفرض السيطرة ديالو فيها من هنا للفوق، من الثالثة الرابعة الخامسة ضروري خاص تفرض السيطرة. تنشوفوا الكروازمون دي جونب ديال زكريا، لأنه تيرد البال أن اللاعب الفرنسي أو البطل الفرنسي منتبه وتينتظر أي حركة من زكريا، داكشي علاش يحاول يقلل ليه من التركيز ديالو والانتباه ديالو عبر تحريك الأرجل. هجوم ديال زكريا، لو كيك تنتظر. تتفاعل عشاق البطل المغربي زكريا التجارتي، يتفاعلون مع كل الحركات وكل الضربات القوية من زكريا. كيف ما تنشوفوا تيشرف على المقابله هذه الحكم الدولي او الحكم اللي تنتمي لهولندا وهو مغربي في الاصل، يوسف اخميم، حكم كبير وحكم اللي معروف على الساحه الدوليه، هو اللي تيشرف او اللي تيشرف على هذا اللقاء، على اداره هذا اللقاء هذا. التحكيم بالنسبه للمواي طايف ماشي سهل السي محسن ظهير، وانت حكم دولي يعني الله يحسن عوانكم، حكم عندك خاص يكون عندك حضور، يكون عندك دقة في المتابعة والقوة كذلك، لأنه الحكم مطلب أنه تكون عنده قوة بدنية من طبيعة الحال باش تفرق بين جوج ديال الأبطال في هذا القمة، خاص يكون عندك القدرات والإمكانيات وتدخل في الوقت المناسب، لأنه إذا ما دخلتيش في وقت مناسب فيكون تأثير على ربما تغيير المنحة والمجريات ديال المقابلة بسبب سوء تدخل من الحكم أو سوء تدخل. من طبيعة الحال التحكيم تيعرف مستويات، وأن الواحد اللي ما تيوصل لهذا المستوى الدولي إلا وتيدوز من بعض من العديد من المراحل سواء الجهويه الوطنيه او اللقاءات الدوليه. الواحد ما توصل لهذا المستوى هذا الا وتيكون متمكن من جميع الاليات سواء القانونيه او التقنيه او حتى البدنيه باش يمكن ليه يسير ويمكن ليه يسير بحال هاد المقابلات هادو. والحمد لله المغرب معروف بالقيمه ديال الحكام ديالو الدوليين واللي كثار، ومعروفين بانهم اي ساحه وفي اي ميدان تيمشيو الا وتيفرضوا الاسم ديالهم سواء على مستوى البطولات العالميه او على مستوى اللقاءات الدوليه الاحترافيه. المغرب تنتمي ليه بزاف، او عنده العديد من الحكام اللي دوليين وعلى المستوى الكبير، وهذا في الكامل تيرجع بفضل التكوين ديالهم والتكوين داخل المغرب او التكوين خارج المغرب كذلك. ينتهي نزال ثالث ربما تنتهي الجوله الثالثه، ينتهي الجوله الثالثه ربما الى حدود لحظه، يعني كاين بعض التفوق بالنسبه للتجارتي هناك تفوق طفيف، لكن ليس ذاك التفوق الكبير، وهذا ربما يخلي المباراه مهدده بالنسبه للتجارتي، يعني انه يجب ان يفرض اسلوبه. مازالناش ذاك القوه وذاك السيطره ديال التجارتي اللي تابعناها في نزالات سابقه. الخبره ديال اللاعب الفرنسي توتوف هي اللي ما سمحتش بانه يبين هذه السيطره القويه الكامله، لانه كيف ما تنقولوا ضروري خصو يسجل ويماركي، ولكن في السوق ديال رد الانتباه، لان البطل الفرنسي
بطل كبير وفي أي لحظة يمكن له يغير المجريات ديال المقابلة. ماشي بالسهل عليه داكشي، على زكريا عارف هذا المستوى هذا وعارف هذا المعطى هذا لا هو ولا الطاقم ديالو، داكشي علاش تيجاري المقابلة ديالو بحذر، تيسجل النقط ديالو، تيتحكم، تيماركي، ولكن في نفس الوقت ما اونجاجيش 100%. يلاه يا زكريا تجارتي، ننتظر إنجاز جديد يليق بقيمة يعني بطل عالمي، بطل كبير يشرف رياضة المواي تاي المغربية في كل المحافل. يعني الآن الكل بهذا القاعة يتابعون ويتفاعلون ويعيشون على أعصابهم النزال، ينتظرون إن شاء الله تتويج كل مغربي إن شاء الله بإذنه إن شاء الله. لحد الآن زكريا غادي في الطريق دياله صحيح، نتمنى غير ما يكون شي خطأ، حيت الخطأ هنا تتأدى الهضرة اللي هضرنا عليها قبيلة، تدخل ديال الحكم اللي كان في الوقت دياله المناسب. زكريا في وضعية الالتحام وتسجل النقاط عبر الركبة ديالو. كما تنشوفوا أن البطل الفرنسي توتوف أو يوسف مصطفى فهو تيعتمد الخطة ديال الانتظار، تيتسنى ولو كونتر اتاك، يعني أي خطأ من بعد ما تيبدا زكريا تجارتي يبدا التقنية ديالو ويدير أي خطأ صغير إلا وغادي يقدر يكون جايات زكريا. مزيانة، برافو زكريا، مزيانة مثل هذه الضربات فهي توجع البطل الفرنسي، وحتى على المستوى البدني ما شاء الله شفنا التفوق من زكريا التجارتي. بطبيعة الحال اللي مستعد هو مجدد لهذه المقابلة بشكل كبير وناوي وعازم على أنه يعاود يحتفظ بالحزام ديالو، لأنه هو البطل، فالفرنسي هو المتحدي فقط، والبطل تيكون عليه الثقل الكبير على أنه الحفاظ على اللقب ديالو، داكشي علاش التدريب خصها تكون أكثر وتكون بمستوى أكبر. زكريا غادي مزيان، تيصغر المسافة بينه وبين الخصم ديالو، لكن ما تيهجمش في الهجوم ديالو. سيطرة في هذه الجولة الرابعة من جانب زكريا التجارت. هذا يعطينا مؤشر بانه الوضع سيكون احسن على المستوى يعني على مستوى النتيجه والتنقيط بالنسبه لزكريا التجارتي. شوف مجموعه من الضربات، فهو تيتجه في الحفاظ على اللقب ديالو، لحد الان مسيطر على المقابله، مسيطر غادي بواحد الطريقه اللي ذكيه بزاف. نتمنى ما تكونش مفاجاه. ابيركيس اوكور اللي هي ضربه مميزه تقنيه باليد، ما يحسب يوسف مصطفى توتوف انه 33 نزال فاز بفضل الضربه القاضيه، حتى فاز على تايلانديين اللي تعتبروا قوه كبيره وقوه بدنيه كبيره ما تيطيحوش، فاز عليهم بالضربه القاضيه. يعني الواحد يرد الانتباه ديالو، وهذا الشيء ما خافيش على زكريا، لان زكريا باش يجي يلعب هذا اللقاء هذا الا وعارف درس الخصم ديالو مزيان وعارف نقاط القوه ونقاط الضعف، داكشي علاش اختار هذه الطريقه ديال اللاعب هذه اللي مخليه انه يكسب اللقاء ديالو، لكن بطريقه اللي ذكيه. دائما على ايقاع الموسيقى التايلانديه، موسيقى الراموي اللي هي ضروري حتى تكون مواكبه لاي لقاء. ان الجوله الخامسه، الجوله الاخيره، جوله الحاسم، جوله التتويج باللقب، جوله تعني شيء الكثير بالنسبه لتجارتي ولعشاق الموي تاي المغربي. هل يفعل التجارتي ويحافظ على اللقب ونتمنى ذلك؟ سيطرة كبيرة. تجارتي حذر يا تجارتي. ما خاصش نثقوا بزاف، ما خاصش الثقة تكون كبيرة. هذا هو اللي تحدثت عليه. هذا الشيء اللي قلناه في الوقت. عورتها. في نفس الوقت. رائعة، يرد على التجارتي. تجارتي لقطة رائعة. هاي فرونت كيك أو ضربة دفع بالوجه بالرجل اليمنى. تعليمات متواصلة من طرف الإخوة ديالو. لانه ما خصوش يتوانى ولو دقيقه شويه، الا واذا غفل واحد شويه قدرت تكون العواقب خايبه، خاصو يبقى مركز. وهذا الدور ديال لو كوان ديالو، ديال المدربين ديالو، خصهم دائما يعاودوا يذكروه لا بالتكتيك ولا بالطريقه ديال الانتباه. صراحه عائله تجارتي نموذج للأسر المغربية اللي حافظت على عرقتها وحافظت على تقاليدها وحافظت على أبنائها، لأنه في المهجر وباش تقدم هذا الأبطال ويلعبوا من أجل المغرب ويرفعوا الراية المغربية وهذا الحس الوطني.
نحيي يعني الاب والام ديال عائله التجارتي على هذا الطور والعمل الكبير، وهذا ربما مثال يحتذى به على الصعيد الاسر المغربيه المتواجده في الخارج. من المنبر كنحيوا جميع الاسر المغربيه والجاليه المغربيه يعني في مختلف بقاع العالم، والجاليه المغربيه اللي في هولندا اللي كنعرفوا كتفاعل مع الابطال المغاربي وكتشجعهم، خصوصا الابطال اللي كيلعبوا بالقميص المغربي وبالرايه المغربيه. شوف التيشيرتي ما شاء الله، شوف 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 الروعه التيشيرتي على مستوى الاداء، شوف الفنيه والمهاره، وشوف كل شيء حاضر من جانب التيشيرتي. يسير يسير للتتويج هكذا، لان اصبحت السيطره من زكريا التيشيرتي. يوسف مصطفى تطف في وضعيه صعبه الان، ولاحظوا حتى التفاعل من جانب الجماهير، فهي الان تستمتع كما نستمتع بفنيات ومهارات المواتي السي محسن ظاهر. بطبيعه الحال في نهايه ديال هذه المقابله حاول زكريا انه يرفع من الايقاع ديال المقابله ويحاول يبين التقنيات ديالو ويلعب على نفسيه يوسف ديالو ويبين لي بانه هو البطل، هو اللي جدير بانه يحافظ على اللقب ديالو، وبانه الخبره ديال البطل الفرنسي ما قدرتش انها تحبس من طموح ديال البطل الكبير البطل زكريا التجارتي، اللي تنتمناو ليه التوفيق في هذه المقابله هذه. بين على مستوى كبير، مستوى تقني، مستوى تكتيكي كبير، ذكاء عالي، هو اللي غادي يخليه انه يمشي بهذه المقابله ديالو. والجميل انه الاداء تحسن من جوله لجوله. اذا ننتظر وسننتظر لحظه الاعلان نتائج عن المتوج بلقب بطوله العالم للمحترفين لوزن قلم 66 كيلوغرام فاصلة 68 والخاص بالاتحاد الدولي المويتاي للمحترفين ما يعرف بالدبل في ام تي ا. الان ننتظر جميعا لحظه التتويج، كنا امل وكنا انتظار وكنا ترقب للحظه التتويج البطل المغربي زكريا التجارتي للمحافظه على اللقب اللي كان تحصل عليه يناير الماضي بمدينه مراكش امام خصمه الاسباني سوريتو. هل يعود ليؤكد حقيته بالتتويج بهذا اللقب؟ منتظر ذلك بالنسبه كبيره في ما قدمه زكريا التجارتي من اداء راقي وكبير، خصوصا من جوله لجوله. هذه اللحظه اللي يتمناها كل بطل، هذه اللحظه اللي يتمناها كل بطل، وهذه اللحظه اللي ينتظر كل المغاربه وكل عشاق المويتاي. زكريا التجارتي هل سيرفع حزام بطوله العالم للمحترفين؟ زكريا ننتظر اللحظه اللي هي تاريخيه بالنسبه للبطل المغربي، لقب اخر، حضور اخر. بالفعل زكريا التجارتي يحافظ على لقب بطولة العالم للمحترفين، يؤكد الحضور ولقب اخر وانجاز اخر ينضاف لحصيلة البطل العالمي زكريا التجارتي امام توتوف. يوسف مصطفى لاحظ حتى الحوار معه، ربما هذه قلت لكم هذه اخلاق وهذه ميزات وهذه اشياء اللي تميز البطل العالمي زكريا التجارتي. سي محسن ظاهر واحد كلمة ختامية بخصوص ما تبعنا اليوم من اداء كبير في هذا الحوار، والختام كما كان ختام مسك بتتويج زكريا التجارتي ببطولة العالم كيف ما كان منتظر منها وكيف ما كان متوقع. فان هذه الليله الكبيره اللي تنظمت اليوم بمراكش من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الكيك بوكسين، خصوصا لجنه الاحتراف وبمشاركه مع جمعيه بوكسي سبور برئاسه علي واقني، فانها قدمت داكشي اللي كان المستوى اللي كان منتظر منها، وقدمت طبق اللي كبير وطبق عالمي. جميع الابطال المشاركين فيها الا وقدموا داكشي اللي كان منتظر منهم، فرجوا المشاهدين وفرجوا المتتبعين اللي استفدوا وتفرجوا مزيان وحصلوا على واحد الفرجه اللي ممتعه من خلال هذه الامسيه هذه اللي انتهت، وكان ختامها مسك بالمحافظه ديال البطل العالمي زكريا التجارتي على اللقب ديالو العالمي. اللي تنتمناو ليه التوفيق وتنتمناو ليه ان هذه خطوه في مزيد من الخطوات الاخرى ان شاء الله. حضور السيد الرئيس التدريسي